وكالات الأنباء والصحفيون والمراسلون يوما بيوم محاولات إنقاذ اللاجئين البائسين من عابري المتوسط لتقف حدود التغطية عند انتشالهم من بين الأمواج، وتنسى وسائل الإعلام أو تتناسى أنهم انتقلوا إلى حياة جديدة يستمر فيها الفقر والتشرد. ضاقت بهم الأرض في بلادهم فقصدوا البحر علهم يصلون عبره إلى شواطئ آمنة. آلاف غامروا بحياتهم لعبور البحر المتوسط إلى أرض الأحلام. منهم وضع الموت حدا لمغامراتهم، أما من نجا فتحولت أحلامه إلى كوابيس يعيشها يوميا على شواطئ إيطاليا. هذه الدولة الأوروبية تحولت إلى بوابة مفتوحة أمام أفواج المهاجرين غير الشرعيين من بعض الدول العربية والأفريقية. أكثر من 50,000 مهاجر غير شرعي استقبلت الشواطئ الإيطالية منذ مطلع هذا العام. مهاجرون نجحوا في عبور البحر لكنهم علقوا على الحدود مع فرنسا التي تأبى استقبالهم، لتتحول الأزمة إلى تراشق بحجارة المسؤولية بين الدولتين الجارتين، فيما الأمم المتحدة تراقب المباراة وتقترح الحلول. وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف صرح أنه عزز المراقبة على الحدود الفرنسية في الأسابيع الماضية بسبب قضية المهاجرين، وقال كازانوف إنه على إيطاليا أن تتبع قوانين دبلن التي تلزم أول دولة يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي بمسؤولية رعايتهم إلى حين النظر في طلباتهم. رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي رد على التصريحات الفرنسية مهددا باللجوء إلى مخطط آخر قد يضر أوروبا كاملة، تهديد قد يترجم بتقديم بطاقات إقامة لهؤلاء المهاجرين وبالتالي منحهم حرية التنقل في باقي الدول الأوروبية. من حيث المبدأ لا يمكن حرمان الأوروبيين من حقهم في تقرير من يدخل إلى أراضي الاتحاد ومن لا يدخل إليها، لكن إيطاليا طالما أوضحت أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع منها ولا من اليونان تعامل بمفردهما مع هذا الفيض لمجرد أنهما أقرب نقطتين لوصول المهاجرين غير الشرعيين. الحاضرون المغيبون عن صراع المصير هم المهاجرون أنفسهم، لا صوت لهم ليسمع أو أقله لا وسيلة لنقل صوتهم ولا فاعلية لأي تحرك قد يقومون به، أما أقصى ما بيدهم فهو انتظار الفتات الذي قد يقع عن موائد الدبلوماسية الدولية والاتحاد الأوروبي. مشاهدينا شكرا لكل من تابع هذه الحلقة، نلتقي مجددا الأسبوع المقبل.